أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نستعرض مع بعض الأحوال الجوية والطقس النهاردة. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن طقس النهاردة يكون حر بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وهيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد والصعيد وشمال الصعيد، وكمان حالة الطقس بالليل هتكون معتدلة على جميع الأنحاء. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة النهاردة في مختلف المدن والمحافظات. القاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 23، الإسكندرية 30-23، مطروح 29-22، سيوة 39-21، بورسعيد 32-24، دمياط 29-23، الإسماعيلية 35-23، والسويس 34-23. العريش العظمى فيها 31 والصغرى 22، طابة 32-21، كاترين 31-16، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 37-28، والفيوم 35-27، بني سويف 35-24، والمنيا 36 والصغرى 24. أسيوط العظمى فيها 37 والصغرى 25، سوهاج 37-25 أيضا، قنا 38-26، الأقصر 39-27، أسوان بتسجل 40 درجة والصغرى فيها 28، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 38-26، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 28. الجو النهاردة هيكون حر شوية، نحاول ناخد بالنا ونحاول إن احنا نرتدي غطاء للرأس وإزازة المية ما تفرقش إيدينا. خلينا نرجع على طول لمصطفى والباسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضلوا. شكرا ليك يا منى.